بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضراتكم مهندس علي فتحي، مهندس بنية تحتية. اشتغلت في تصميم وتحليل الشبكات من الناحية الهيدروليكية، وكذلك في إعداد الرسومات التنفيذية الخاصة بالمرافق المائية زي مياه الشرب، الصرف الصحي، الري، المطر. اشتغلت كذلك في دراسات التطوير للمرافق وعمليات الإحلال ودراسات كذلك الغسيل ودراسات المطرقة المائية المستخدمة في شبكات مياه الشرب أو الري أو حتى في خطوط الطرد للصرف الصحي. بإذن الله هكون مع حضراتكم في كورس تصميم أنظمة مياه الصرف الصحي. الكورس هيبقى مكون من كذا موضوع. أول شق فيه أو أول موضوع فيه إن إحنا هنتكلم بالتفصيل عن النظري، يعني إيه شبكة صرف، يعني إيه أنابيب، يعني إيه مطابق، إيه هي المعادلات الحاكمة ليها، إزاي بقدر أصمم صرف صحي بنظام خطوط الانحدار في حالة السريان الجزئي لمقطع الأنبوب، إزاي هنقدر نصمم في حالة إن كان عند النظام تحت ضغط أو ضخ باستخدام محطات الروافع. ده كذلك هندرس بقى كل جزء جواها بالتفصيل. في حالة مثلا خطوط الطرد باستخدام الروافع، أنا هتكلم فيه يعني إيه المعادلات الحاكمة، يعني ايه نظام ضخ، يعني ايه محابس، كل ده بحيث انك تفهم الاسس الحاكمة لكل عنصر من عناصر النظام الشبكي، وبعد كده تبدأ تعمل منظومة هيدروليكية تساعدك في انك تصمم النظام الهيدروليكي بدون ما يسبب لك مشاكل في التشغيل على المدى البعيد او حتى القريب. احنا هنستخدم كأكواد مرجعية لينا، هنستخدم كود ال10 ولايات تريستيتس كود، ده كود امريكي. هنستخدم الكود المصري، هنستخدم اشتراطات مديرية المياه السعودية في تصميم الشبكات. هنعرف ازاي نقدر نعمل الكلام ده بشكل يدوي او على موديلات. طب بعد ما اخلص الموديلات اعرف ازاي ان انا اقدر اجهز الشبكه كلوح وكنوته حسابيه بحيث ان انا اقدر اعتمدها بمنتهى السهوله بعد كده كمشروع، وايه هي المستندات اللي انا بحتاج ازورها دايما في اي مشروع تصميم بالشكل ده. باذن الله هيكون المشاريع اللي احنا هنصممها حوالي 5 مشاريع: خط طرد صرف صحي، شبكة صرف بنظام صرف الأحواض لوحده أو الصرف الخفيف لوحده، وصرف المياه الرمادية لوحدها، وإيه المشاكل اللي ممكن تعوقنا في عمل التصميمات دي. هنتكلم في الشبكات الكبيرة وإزاي يبقى عندك أكتر من شبكة بشكل منفصل، وإزاي الاتنين تخليهم يخدموا مع يعني يصرفوا بعد كده على شبكة قائمة بدون الحاجة لمعرفة النظام اللي هيستخدم بعد كده، سواء نظام ضخ أو غيره. هنشوف الكلام ده بيتم إزاي. كذلك هنتكلم في المشاكل الكبيرة جدا اللي بتواجهني في تصميمات الشبكات الكبيرة جدا اللي بيكون ليها أكتر من مصب. فده بإذن الله هيكون موجود. هنتكلم كذلك لو أنا عندي دراسة مخططات أولية إزاي أقدر أتصرف طبقا للمخططات دي بحيث إن أنا ما يبقاش عندي المشاكل اللي ممكن تعوق أو تقلل من جودة التقارير أو التصميمات اللي أنا بعملها. باختصار أنا هيكون الكورس بإذن الله إزاي تقدر تطلع تصميم حسب الموارد المتاحة حواليك، إما إنها تخطيطات لوح بمشي عليها، إما إنها
عمل دراسات أولية عن طريق استخدام الجوجل إيرث وغيره من العناصر الموجودة. وطبعا هيتم الموضوع حسب نظام كل دولة في الإحداثيات وكذلك الاشتراطات المطلوبة لعمل التصميم والتحليل. وهنخلص ده بإذن الله، هندخل زي ما قلت في مرحلة إعداد الرسومات والتقارير، فده بإذن الله هيكون الشكل الخاص بالكورس. فكرة بسيطة كده هنشرحها. من ضمن المشاكل اللي عندي موضوع الخطوط الطرد، وازاي ان انا بعمل لها موديل على سي واي جيمس. مشكلتي مع سي واي جيمس، هو طبعا برنامج كويس جدا ما فيهوش اي مشاكل بالنسبة لي من ناحية متطلبات أنظمة الصرف، لكن انا عندي مشكلة في الجزء البريشرايزد بتاعه. الجزء اللي عندي للأسف نتيجة نقص بعض العناصر المهمة جدا في التحليل الهيدروليكي والتبسيل. لو استخدمت البرنامج بيه للأسف نتيجة إن هو متعود يحسب فيه جزء بارشالي فول، ما يقدرش يحسبه كفول كامل. النتيجة لكده بيحصل عندي حالات بامب اوفر هيل، حالات إن المضخة بيحصل تغير في الأداء بتاعها على مدى فترات الضخ، وبالتالي ده هيجد المضخة وهيسبب بعد كده في حدوث تلف وخسائر كبيرة جدا، خاصة في الأماكن اللي بيكون فيها نقط عالية كتير، بتكون النقط دي أعلى من المنسوب اللي أنا هدفي إن أنا أوصل عليه بالشكل ده كده. فساعتها أنا بضطر إن أنا ملجأش لبرنامج السيوا جيمس في الشغل اللي زي كده، بضطر إن أنا ألجأ لمين؟ لبرنامج الووتر جيمس. هنفهم كل ده ليه بشكل نظري الأول، وبعد كده هندخل في موضوع الإكسل، وبعد كده هنبدأ نفهم الكلام ده على الموديلات، بحيث إن أنا بعد كده أطلع بالكورس ده أكون مهندس ملم بإذن الله بكافة التفاصيل، وإزاي أقدر عملية تمثيل هيدروليكي لشبكات تصريف المياه الصرف الصحي. الكورس بإذن الله هيكون سعره 100 دولار أو 1800 جنيه. هيبقى متاح فيه إن شاء الله تحويل من بره مصر وجوه مصر، سواء كان جوه مصر باستخدام البريد، بره مصر عن طريق ويسترن يونيون أو الحوالات البنكية. كل ده بإذن الله هيكون متاح وهنشر تفاصيله. نظام الكورس هيكون معدل محاضرة أو محاضرتين لمحاضرة مسجلة كل أسبوع بإذن الله. حضرتك المحاضرة هتبقى معاك، هتقدر تذاكرها كويس جدا. عند حضرتك أي استفسار ابعتهولي على الإيميل اللي هحطه بإذن الله في الكورس، بحيث إن أنا أقدر أتابع معاك ايه هي استفساراتك. هنجمع استفسارات الناس كلها وهنحطها في فيديو موحد، بحيث ان الناس تستفيد من شكل الاسئلة وتبادل الافكار المختلف. ده باذن الله هيكون نظام الكورس. مستر ايه، انا مش هضطر ان انا الجأ الاونلاين لان دلوقتي تكلفته بقت غالية. ده حاجة. الحاجة التانية مشاكل انقطاع الانترنت مش هتحس بيها، لان كده كده انت معاك السورس، هتقدر تسألني في اي وقت، هجاوب عليك بفيديو معدل كل اسبوع، عشان بس اتيح للناس التانية انها تبعت، او يعني الاول تشاهد الفيديوهات وتقدر تبعت الاستفسارات، بحيث ان انا امسك الاستفسارات دي لو ما فيهاش حاجة مقررة هجمعها كلها واجاوبها في فيديو واحد. هتكون استفادتك اكبر واكبر بكتير من تبادل الاراء والافكار، وده بيعيقوا الكورس الاونلاين، لان في الاول وفي الاخر هيبقى الموضوع ملتزم بوقت، مش هيكون فيه مرونة كافية في الاونلاين المباشر انك تفكر وتسأل في كل الاسئلة نتيجة التزامنا زي ما قلنا بالوقت المتاح لحضراتكم قبل ما يكون متاح ليا. المتاح لحضراتكم ازاي؟ انت حضرتك عندك التزامات، عندك شغل، عندك كذا، فانت مثلا هيبقى عندك وقت معين للكورس. طيب لما يكون عندك الفيديو معاك على مدار اليوم، لا انت تقدر تشوفه في اوقات الفراغ، تقدر تشوفه في اي وقت انت عاوزه وتذاكره، يبقى معاك ورقة تحط فيها كل الاسئلة اللي في دماغك. ده يفضل يعني كطريقة انك تستخدمها،
لما تعمل كده بإذن الله هتجمع لي الأسئلة، هبدأ أنا إيه أجاوبها، وهجاوب أسئلة زملاء حضرتك بحيث إنك تاخد أكبر فايدة ممكنة في الكورس. إن شاء الله مدة الكورس هيكون طولها حوالي 42 ساعة من الفيديوهات، هتكون مقسمة بإذن الله معدل المحاضرة في حدود من ساعة ونص لساعتين، وممكن توصل 3 ساعات حسب الموضوع، بحيث ان احنا ان شاء الله متوقع ان احنا نخلص في حدود لو احنا هنشرح مرتين مثلا بنتكلم 3 ساعات اسبوعيا، ممكن نوصل بالكتير في 14 اسبوع، وممكن قبل كده يعني حسب ما الوقت ايه هيكون متاح وحسب ما هيكون معدل الاستيعاب للناس. ده باختصار شديد مكونات الكورس، النظام بتاعه، وطريقة الرد على الاستفسارات. بإذن الله أنا هنشر التفاصيل كلها في الجروب، ولو حد عنده أي استفسارات ياريت يبعت لي في الميل اللي أنا هذكره تحت، ولو في أي حاجة أنا تحت أمر حضراتكم بإذن الله. أرجو إن يكون الفيديو يكون وضح كل التفاصيل، ومنتظر إن شاء الله التواصل مع حضراتكم في الكورس في أقرب وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.